وهي الألواح الشمسية وهو موضوع المسألة. ثالثاً، إلزام الشركة المحتكم ضدها بإصلاح نظام الطاقة الشمسية الممدود بما في ذلك ألواح إنتاج الطاقة على حسابها كاملة، وإلا تقوم برد المبلغ الذي تم دفعه من قبل الشركة المحتكمة كاملا وقيمته 100 مليون دولار أمريكي مضافا إليه الفوائد المستحقة. رابعا، إلزام الشركة المحتكم ضدها بتعويض الشركة المحتكمة عن الخسائر التي لحقت بها شاملا ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة إخلال الشركة المحتكم ضدها بشروط التعاقد على النحو المبين في مذكرة الدفاع والمستندات المحرمة، مع توظيف الشركة المحتكم ضدها لإنتاج الطاقة منذ ربوع العصر في نظام الطاقة الشمسية إلى حين البت في هذا النظام، وذلك بمبلغ إجمالي 10 ملايين دولار أمريكي. خامساً، إلزام الشركة المحتكم ضدها بإتمام إجراءات إصدار شهادة الملكية الفكرية للألواح الشمسية لصالح الشركة المحتكمة بشكل كامل ورسمي تنفيذا لبنود العقد. سادسا، إلزام الشركة المحتكم ضده بتحمل كافة نفقات التحكيم إضافة لأتعاب محامي الشركة المحتكمة مع احتفاظ الشركة المحتكمة بحقها في تعديل دفوعها أو طلباتها خلال جلسات التحكيم، وذلك تأسيسا على ما أول. استاذ حسام، ممكن سؤال؟ استاذ حسام ابو محمود، ما هو المصور للجوء الى المركز السعودي للتحكيم؟ ما هو المصور القانوني لذلك؟ العقد يقول انا ما هو المصور للعوده الى المركز السعودي للتحكيم؟ طبقا للعقد، طبقا للعقد في حاله وجود نزاع نلجا للمركز السعودي للتحكيم التجاري طبقا للعقد. يعني شرط تحكيم مركز، ما هو المصور للعوده الى قواعد المركز وما هو القانون الاجرائي الواجب بالتطبيق على العقد وما هو القانون الموضوعي؟ بس في رجال الخير، قانون المركز الذاتي هو الذي يطبق القواعد الواجب التطبيق من الناحيه الموضوعيه، ما هي الذي تكرهنا؟ اتفاقية الأمم المتحدة. والقانون الإيراني، ما هو القانون الإيراني؟ قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري. والقانون الإيراني؟ الذي فكرة لديك معانا؟ طيب خلاص أكمل. أولاً، بشأن طلب الدفاع. بس سريع لان لم يتبقى لك وقت كثير، سريع ممكن تكمل في عجاله لانه بقي دقيقتان فقط يعني. بشان طلب الدفاع. تفضل. اولا، بشان طلب الدفاع قبول الدعوه التحكيميه شكلا، فذلك تاسيسا على الفقره الاولى من البند التاسع من العقد، والتي تنص على ان كل نزاع ينشا عن تنفيذ او تفسير او الغاء او صحه او بطلان هذا العقد او ما يرتبط به يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم وفقا لقواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري. ثانيا، بشان طلب الدفاع لادخال شركه ميلتاكو كخصم في هذه القضيه التحكيميه، فذلك تاسيسا على كون الشركه سالفه الذكر قد قامت باعمال مقاوله من الباطن وادخال عنصر جوهري في القضيه وهو صناعه الالواح الشمسيه. وحيث أن الشركة المحتكمة قد سبق أن أبدت عدم ممانعتها من قيام شركة ميلتاكو بأعمال المقاولة من الباطن شريطة تحمل الشركة المحتكمة ضدها المسؤولية كاملة عن تنفيذ الأعمال محلها، كما أنه بموجب عقد المقاولة من الباطن تتحمل شركة ميلتاكو مسؤولية تسليم الألواح الشمسية وفق معايير الجودة الكفاءة القياسية والمتفق عليها، ووفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 35 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، فيه نصت عليه من التزام البائع أن يسلم البضائع والمستندات المتعلقة بها وأن ينقل ملكية البضائع على النحو الذي يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية. كما أنه في حالة عدم ثبوت المسؤولية
عن ضعف قراءات الألواح الشمسية المنتوجة للبلدية، فإن المسؤولية ستقع في هذه الحالة على شركة ميلتاكو باعتبارها مكون من الباطل. ووفقا للبند الثاني من العقد المقاول من الباطل والمحرر بتاريخ 23 من شهر يناير، بين للشركة بين الشركة المحتكم ضدها وشركة ميلتاكو، والذي ينص على التزام شركة ميلتاكو بتوريد الألواح الشمسية سالفة الذكر على أن تكون الألواح الشمسية مصنعة وفقا لأفضل المعايير العالمية لتوليد القدرة الإنتاجية للمحطة 1 جيجا وات من الكهرباء. كما أنه وفقا للتقرير الفني، فإنه بعد معاينة وفحص المحطة تبين أن الألواح ليست ذات جودة عالية، كما أنها لا تطابق المقاييس والمواصفات العالمية. لأجل الوقت الآن ستستمر أنت كاملا أم ستنتقل لزميلك؟ لأن الآن 15 دقيقة انتهى. 30 ثانية فقط. بسرعة. كما أنه وفقا للتقرير الفني فإنه بعد معاينة وفحص المحطة تبين أن الألواح ليست ذات جودة عالية، كما أنها لا تطابق المقاييس والمواصفات العالمية المتفق عليها، وبالتالي فتقع المسؤولية في هذه الحالة على شركة ميلتاكو لتوريدها ألواح شمسية غير مطابقة للمقاييس والمواصفات العالمية بالمخالفة لنص المادة 35 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبطالة. والآن فلتسمح لي هذه الموقرة السماح لزميلي حسام باستكمال المرافعة. قبل ذلك الزملاء، هل تفضلون ان تسالوا الان ام تجيئوا الى نهايه المرافعه؟ بعد اذنك بس سؤال سريع سعاده الرئيس. تفضل محمود. هل العقد الاساسي يا استاذ محمود، هل العقد الاساسي بينص على التزام المقاول من الباطل في مواجهه مالك المشروع؟ لا. شكرا. تفضل استاذ طارق. استاذ حازم. سأرجع تعليقي الى ما بعد نهايه المرافعه باذن الله. تفضل استاذ. استكمالا لما قاله زميلي حسام حامد حاضر عن الشركه المحتكمه، وبذلك سوف اقوم باستعراض الدفوع الموضوعيه للشركه المؤكده. مع ملاحظة فقط الوقت ان هناك دقيقة اخر زميلك او الى دقيقتين، فتحاول انك في الوقت المحدد يعني كي نلتزم بالوقت باذن الله. لا يفوتك ايضا الترحيب بكل المشرفين المتواجدين معنا من حقوق اسكندرية وحقوق مدينة السادات. تمام. هيئة التحكيم المؤقت، استكمالا لما قاله زميلي وبشأن الدفوع الموضوعية، اولا وبشأن طلب الدفاع بإلزام الشركة المحتكم ضدها بإصلاح نظام الطاقة الشمسية الممدود بما في ذلك ألواح الطاقة على حسابها كاملة، وإلا تقوم الشركة المحتكم ضدها برد المبلغ الذي تم دفعه من قبل الشركة المحتكمة كاملة وقيمته 100 مليون دولار أمريكي، مضافا إليه الفوائد المستحقة، وذلك تأسيسا على أن الشركة المحتكمة قد قامت بتنفيذ التزاماتها المترتبة على العقد كاملة وفقاً لنص المادة 25 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، والتي تنص على تقوم مخالفة العقد من جانب أحد الأطراف مخالفة جوهرية إذا تسببت في إلحاق ضرر بالطرف الآخر من شأنه أن يحرمه بشكل أساسي مما كان يحق له أو أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد، إلا إذا كان لم يكن الطرف الآخر يتوقع مثل هذه النتيجة، ولم يكن أي شخص سوى الإضراب من نفس الصلة يتوقع مثل هذه النتيجة في نفس الظروف. وكذا وفقا للفقرة الأولى والثانية من نص المادة 36 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، فإنه يسأل البائع وفقا لشروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية عن كل عين في المطابقة يوجد وقت انتقال التابعة إلى المشتري ولا لم يظهر هذا العين إلا في وقت لاحق. وكذلك
يسأل البائع عن كل عيب في المطابقة يحدث بعد الوقت المشار إليه في الفقرة السابقة وينسب إلى عدم تنفيذ أي من التزاماته بما في ذلك الإخلال بأي ضمان يقضي البضائع خلال مدة معينة صالحة للاستعمال العادي أو للاستعمال الخاص أو محافظته بصفاتها أو بخصائصها. كما أنه وفقا للتقرير الفني فإن بعد معاينة وفحص المحطة تبين أن الألواح ذات جودة ليست ذات جودة عالية، كما أنها لا تطابق المقاييس والمواصفات العالمية ولم تعد ذات فاعلية ممتازة، إلا أنها تولد الطاقة بنسبة 75% فقط، في حين أنه من المتوقع أن كفاءة الألواح في توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 100% خلال السنوات الثلاث الأولى. وأما إصلاحها يتطلب إما إقلاعها وإعادة تثبيتها طبقا للقواعد الفنية العالمية أو تكليف فريق الصيانة متخصص وذي كفاءة عالية لصيانتها في أجل معقول. وفي كلتا الحالتين سيتم تعطيل توليد الطاقة المتجددة لفترة لن تقل عن 3 أشهر، وهو ما سيكبد الشركة المحتكمة خسائر كبيرة تتمثل في تكلفة إزالة الألواح سالفة الذكر وإعادة إنشاء المحطة، وذلك بالمبلغ الذي يقدر $100 مليون أمريكي مضافا إليه الفوائد المستحقة وما لحق الشركة المحتكمة من خسائر مادية مضافا إليه الفوائد البنكية، وكذلك ما لحق الشركة المحتكمة من خسائر معنوية تتمثل باهتزاز الثقة في الشركة من قبل عملائها نتيجة لذلك وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك وفقا للفقرة الثانية لنص المادة 35 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والتي تنص عليها. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك لا تكون البضائع مطابقة لشروط العقد إلا إذا كانت أولا صالحة للاستعمال في الأغراض التي تستعمل من أجلها، ثانيا صالحة للاستعمال في الأغراض الخاصة التي أحيط بها البائع علما صراحة أو ضمنا وقت انعقاد العقد إلا إذا تبين من الظروف أن المشتري لم يعتمد على خبرة البائع أو تقديره أو كان من غير المعقول للمشتري أن يعتمد على ذلك. أما عن ثانيا وبشأن طلب الدفاع بإلزام الشركة المحتكم ضدها بتعويض الشركة المحتكمة عن الخسائر التي لاحقت بها شاملا ما لاحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة إخلال الشركة المحتكم ضدها بشروط التعاقد على النحو المالي في مذكرة الدفاع والمستندات المطلقة، مع توقيف الشركة المحتكمة ضدها لإنتاج الطاقة منذ وقوع العطل في نظام الطاقة الشمسية وإلى حين البت في هذا النزاع، وذلك بمبلغ إجمالي $10 مليون أمريكي، فذلك تأسيسا على أن التعويض يقوم على 3 أرقام: أولا الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. ووفقا لما هو ثابت من الأوراق فإن هناك خطأ قد صدر من الشركة المحتكمة ضدها ترتب عليه ضرر جسيم بالشركة المحتكمة، وتمثل في هذا الخطأ في توريد ألواح طاقة شمسية بمخالفة المواصفات من قبل شركة ملتوكو المقاول من الباطن المعين من الشركة المحتكمة ضدها، وحيث أنه وفقا لنص الفقرة 3 من المادة 3 من العقد فإن الشركة المحتكمة ضدها تتحمل مسؤولية المقاولين من الباطن، وبالتالي فإن الشركة المحتكمة ضدها مسؤولة عن أعمال شركة ملتوكو مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، وهو الخطأ الذي أصاب الشركة موكلتي بأضرار جسيمة تمثلت فيما يلي: أنه قد ترتب على نقص جودة ألواح الطاقة الشمسية وهو ما يمثل إخلالا بشروط التعاقد وكذا إخلالا بنص المادة 36 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي والتي تنص عليه،
أنه يسأل البائع وفقاً لشروط العقد وأحكام الاتفاقية عن كل عيب في المطابقة يوجد وقت انتقال التابعة إلى المشتري، وإن لم يظهر هذا العيب إلا في وقت لاحق. وكذلك يسأل البائع عن كل عيب في المطابقة يحدث بعد الوقت المشار إليه في الفقرة السابقة، وينسب إلى عدم تنفيذ أي من التزامات، بما في ذلك الإخلال بأي ضمان يقضي ببقاء البضائع خلال مدة معينة صالحة للاستعمال العادي أو الاستعمال الخاص أو محافظتها بصفتها أو خصائصها. طيب استاذ حسام او محمود، السؤال هنا ما هي المساله القانونيه الان الذي انت تستبدل الان؟ ما هو الوضع القانوني الذي انت تطالب به الان؟ ما هي المساله القانونيه التي انت تستبدلها الان؟ نطالب بالتعويض. يعني هل في هناك مساله قانونيه معينه غير التعويض غير الطلبات؟ يعني المساله القانونيه التي تطالب بها، يعني تطالب اسناد المقاول من الباطل بانه مسؤول، هل هي مساله ذات هناك تكييف قانوني لهذا الوضع؟ مساله الاخر والتدخل ومساله اكيد سهاد تكييف المقر. ما هي المساله؟ طيب سؤال آخر، لماذا لجئت إلى قانون البيع الدولي؟ لماذا لجئت إليه بالتحديد؟ وفقا للأمور المنصوص عليه في العقد سيادة المحكم، أنه يتم تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع على ما هو وارد في العقد وما هو معمول به. باعتباره ماذا؟ عذرا، السؤال باعتباره ماذا؟ ما هو الوضع القانوني؟ ما هو الوضع القانوني لاتفاقية بيننا البيع الدولي؟ ما هو التكييف القانوني؟ ما هي المسألة هنا؟ العقد شريعة المتعاقدين، وهو ما قد اتفق عليه في هذا العقد على تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة. يعني باعتبار للتحكيم، طيب نحن الآن في قضية تحكيمية، للتحكيم نقول قانون إجرائي وقانون موضوعي، ما موقف اتفاقية فيينا من هذا الوضع بشكل عام؟ باعتبارها ماذا؟ تطبيق القانون الموضوعي سيادة المحكم. ماذا؟ الموضوعي، الشق الموضوعي. تمام، أحسن. شكرا. أكمل. كما أنه وفقا لنص المادة 25 من الاتفاقية سالفة الذكر، فإنه تكون مخالفة العقد من جانب أحد الأطراف مخالفة جوهرية إذا تسببت في إلحاق ضرر بالطرف الآخر من شأنه أن يحرمه بشكل أساسي مما كان يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد، إلا إذا كان لم يكن الطرف الآخر يتوقع مثل هذه النتيجة، ولم يكن أي شخص سوى الإجراء من نفس الصلة يتوقع مثل هذه النتيجة في نفس الظروف. وبالتالي فإن المحتكمة موقرتي تستحق تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها، يتمثل في قيمة الأعمال محل التعاقد ومقدارها 100 مليون دولار أمريكي، مضافا إليه 10 ملايين دولار جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابت الشركة موكلتي نتيجة اهتزاز الثقة فيها من قبل المتعاملين معها، وذلك وفقاً للمادة 45 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع والتي تنص عليه. أولاً، إذا لم ينفذ البائع التزاماً مما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية، جاز للمشتري أن يستعمل الحقوق المقررة في المواد من 36 إلى 52، وأن يدخل التعويضات المنصوص عليها في المواد 74 إلى 77. ووفقاً لنص المادة 74 من الاتفاقية سالفة الذكر والتي تنص عليها، فإن التعويض عن مخالفة أحد الطرفين للعقد يتألف التعويض من مخالفة أحد الطرفين من مبلغ يعادل الخسارة التي لحقت بالطرف الآخر والكسب الذي فاته نتيجة للمخالفة، ولا يجوز أن يتجاوز التعويض قيمة الخسارة والربح الطائع التي توقعها الطرف المخالف والذي كان ينبغي عليه أن يتوقعها وقت انعقاد العقد
في دور الوقائع التي كان يعلم بها والتي كان واجبة كنتائج متوقعة مخالفة العقد. ثالثا بشأن طلب الدفاع بإلزام الشركة المحتكم ضده بإتمام إجراءات إصدار شهادة الملكية الفكرية للألواح الشمسية لصالح الشركة المحتكمة بشكل كامل ورسمي تنفيذا لبنود العقد، فذلك تأسيسا على نص الفقرة الأولى من البند السادس من العقد، والذي ينص على أنه يحق الطرف الثاني المحتكم الحصول على كافة براءات الاختراع وكذا الحقوق في براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والترخيص اللازمة لأداء الطرف الثاني هذا العقد، والمعاملات المتوخاة في دون أي تعارض مادي مع حقوق الآخرين لكي يقوم بتنفيذ موضوع العقد وتسليمه وتنفيذه بصورة صحيحة، وأن كافة هذه الاستحقاقات القانونية نافذة ومفعلة بالكامل. وكذلك استنادا الى نص المادة الثالثة من اتفاقية الامم المتحدة بشأن عقود البيع للبضائع. وسبب طلبنا الزام الشركة المحتكم ضدها تسليم شهادات براءات الاختراع يكمن في رغبة الشركة موكلتي تجنب اي نزاعات مستقبلية من الشركة مالكة براءات الاختراع لالواح الطاقة الشمسية، وهو ما قد يترتب عليه اضرار جسيمة تلحق بالشركة موكلتي. أما عن رابعاً بشأن طلب الدفاع إلزام الشركة المحتكم بالضبط بتحمل كافة النفقات التحكيم إضافة لأتعاب محامي الشركة المحتكمة، فذلك تأسيساً على أن الشركة المحتكمة قد قامت بتنفيذ التزاماتها المترتبة على العقد كاملة، وأن النزاع محل الدعوة التحكيمية قد قام على خطأ خالص من قبل الشركة المحتكم ضدها وفقاً للكتاب الرسمي الصادر من الشركة المحتكمة بالمشاركة مع مسؤولية شركة مولتاكو المقاول من الباطل، حيث أنه وفقاً للتقرير الفني فإنه بعد معاينة وفحص المحطة تبين أن الألواح ليست ذات جودة عالية كما أنها لا تطابق المقاييس والمواصفات العالمية. وعليه وحيث أنه من جموع الأوراق والأدلة وما يحتوي العقد من شروط يتبين أحقية موكلتي في الطلبات سالفة الذكر للأسباب السالف ذكرها وكذلك للأسباب التي تراها هيئة التحكيم، وأحيل جميع الطلبات كما قالها زميلي محمود هيئة التحكيم الموقر. الآن إن هي إلا كلمة تخرج من أفواهكم تبدأون الدنيا بها حقا وعدلا، لا تسألون عنها إلا أمام ضمائركم ومن بعدها أمام الله، وأنا على يقين أن ميزان العدل في أيديكم لن يختل أبدا وأنكم ستجيبون صوت الحق والعدل. شكرا هيئة التحكيم الموقع. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. طيب أستاذ زملاء أستاذ سامح أستاذ حزن التعليق الآن أم كيف مترون؟ ليس لدي أسئلة في الوقت الحالي فأنا أظن وصلت من الزميل الفاضل نعم فلننتهي ثم نعود إذا من على ذلك خلاص دلنا الفريق الأول يعني 30 دقيقة الآن من فوق اسكندرية ومسألنا لي بإسماء الكلية طبعا أكيد فوق اسكندرية صح ولا لا؟ فوق اسكندرية وفوق قناة السادة. طيب كلية فوق اسكندرية الآن أمامكم 30 دقيقة تفضلوا بتعليق عن نفسكم وعن كيفية تقسيم القناة بينكم الآن يرجع تسلم لكم الخدمة. سيد رئيس هيئة التحكيم أتابع آراء هيئة التحكيم المنقلة تحية طيبة وبعد بداية نود أن نعرفكم بأنفسنا مبروك القاسم سالم وحليم وجيه ممثلي القانونيين عن الشركة المحتكم ضدها. من القضية التحكيمية التي نحن نستضيفها اليوم بين الشركة العالمية للطاقة البديلة وشركة تمديدات محدودة بسبب نزاع نشأة حول مشروع ورش، وتقتصر مرافعتي حول الشق الإجرائي فقط والذي يدور حول الدفعين الرئيسيين هما حق الشركة المحتكم ضدها في تغيير تمثيلها القانوني وكذلك عدم شواهد إدخال شركة مالتكو في خصوص التحكيم على أن تستكمل زميلتي حنين وجيه استعراض دفوعها الموضوعية في 14 لطيفة ولطيفة الرياضة. فأما عن الدفع الأول هو حق الشركة المحتكم ضدها في تغيير تمثيلها القانوني فإنه بعد انتهاء الجلسة الإجرائية الأولى اعتذر السيد الأديب العلي عن استكمال تمثيله القانوني للشركة نظرا لظروف شخصية جدا له مما دفع من دوله الشركة المحتكم ضدها لتأكيد هذا التمثيل في تاريخ الثالث من أكتوبر لعام 2022. الأمر الذي عرضته الشركة المحتكمة بشدة تحجج وجود علاقة عمل سابقة بين الممثل القانوني الحالي للشركة وأحد
المحكم، ولكن الشركة المحتكمة قد تجاهلت في سبيل ذلك أمرين. الأمر الأول أن اختيار تمديد القانون المنافس هو حق مشروع لكلا طرفي التحكيم، والأمر الثاني أن الأسباب التي ذاقتها لم تبقى للتأثير على حيدة واستقلال المحكم. فأما عن المسألة الأولى فإن الشركة المحتكمة الظهر عندما قامت بتغيير تمثيلها القانوني كان ذلك نتيجة لأسباب محددة دفعتها للتخالف في هذا الإجراء، ولمعرفة هذه الأسباب فأود أن أحيل سعادة الهيئة الموقرة للصفحة 70 من القضية التحكيمية الجزء الخامس للممثل القانوني الجديد النقطة الأولى. نجد أنه وفقا للقضية التحكيمية بعد الجلسة الإجرائية الأولى طلبنا الأستاذ أديب العلي مثالثة هامية تدركه بتعرض نجمه إلى حادث سير خطير اضطر على إثره للسفر حاليا لاستكمال العلاج اللازم. الأمر الذي دفع بدوره الشركة المحتكمة الظهر لتمييز الممثل القانوني للسيد آدم العلي، وإنه لأمر مشروع ووفقا لنص المادة التاسعة من قواعد المركز القانوني للتحكيم التجاري فإنه يجوز لكل طرف أن يمثله أو يساعده أشخاص من اختياره، وترسل أسماء أولئك الأشخاص وعناوينهم إلى جميع أطراف التحكيم وإلى هيئة التحكيم. استاذ حنين، لماذا ركيد طوال المركز السعودي للتحكيم أو المصور القانوني لذلك؟ لقد اتفق الطرفان بموجب العقد المبرم بينهم البند التاسع فقرة واحد على أن النزاعات الناشئة عن تنفيذ وصحة وضمان هذا العقد يتم الفصل فيه نهائيا وفقا للتحكيم وفقا لقواعد المركز السعودي للتحكيم. ماذا يسمى هذا البند؟ شرط التحكيم هل تعرفين ما هي صور اتفاق التحكيم؟ هل لديك فكرة ما هي صور اتفاق التحكيم؟ هل شرط التحكيم يعتبر؟ شرط التحكيم ومشاركة التحكيم. ما هو الفرق بين الشرط والمشاركة؟ الشرط يتفق عليه صراحة في عقد مبرم بين الطرفين قبل النزاع أو قبل حدوث النزاع يتفق عليه لا، أما التحكيم يتم الاتفاق عليها بعد حدوث النزاع الناشئ بين الطرفين. ولعودة إلى مرافعتنا فإنه وفقا لنص المادة التابعة من قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري يجوز لكلا طرفي التحكيم اختيار التمثيل القانوني المناسب، وعلى ذلك لأن قواعد المركز السعودي لم تبح مباشرة تغيير التمثيل القانوني وفق الإجراءات، إلا أنها كذلك لم تقم بحظر هذا الحق صراحة أيضا، لا